ماشي ممكن عبر عليها. يعني رجل يعني الطيف اللي كان تيتمنى المنتخب الوطني المغربي يسجل ما استطاع شيء. حمل كرة ما عرفتش من جابها، واش من الاطفال او من الجمهور، لان من الجمهور صعب على انه يعني تيبان بانه الطيف كيجهش بالبكاء. يعني ما يمكنش نقول انا غنعيدو، طبعا ما يمكنش نعيد التصرف بهذا الشكل هكا، ولكن هذا الحد ديال العرف ديالو هو انه دخل ارمى بالكره في الشباك على الاقل اشفاء الغليل ديالو. وان كان انا الاقرار بانه هذا وضع ماشي صحي، ولكن هذا لا، هذا الطفل ما تنظنش بانه قفز بالمدرجات، لان المدرجات صعيب على انه الانسان يتخطاها، لان كاين واحد الخندق ما يمكنش الانسان يمكن تنعتقد بانه من حاملي الكرات، حاملة كرة على الأقل عندهم بدلة موحدة، ما عرفتش